هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليمن رجعها المدبر هذا كل يوم صالت عزاء واصل. نشفنا الدموع ما عاد بقاش فينا عرق حاوي من الجوع، لا مرتبات لا كهرباء، وحالة الناس حالة الجن وهو لا داري وين سارح. من داخل الكهف كلما قلنا خلاص هذا شوية بيعقل خرج يعمل عزاء ويرجع بقعته، هذه مهمته. نفسي يا جماعة يخرج يشوف الناس، يشم هواء، يشوف الشمس، يشم هواء نقي. قالوا قد الكهف حقه حظيرة التيوس كور، إيش ذنبنا إحنا نتحمل مشكلته؟ ما قد خلصناش من ذكر استشهاد الحسين إلا وقد نكالنا باستشهاد زيد. الناس معاهم تقويم هجري وميلادي وهم علق تقويم أحزان ومآسي ولطميات. شهر محرم الحرام في العاشر منه ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ويأتي للخامس والعشرين من هذا الشهر ليوم الغد ذكرى استشهاد حفيده الإمام الشهيد زيد بن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام وابن فاطمة. بن كل خطاباته تركز على ثلاث حاجات بس: الإسلام العائلي والسلطة العائلية والثورة العائلية. الإسلام عنده سلالة وبس، وطول الوقت يدوشنا في به. يا ابني الواحد منهم قد تحللت جثثهم زمان قبل 1400 سنة وتحولوا بترول، ويعلم الله من حقك المشرفين عقي والدي بالسوق السوداء بيبيعهم قوارير. ملي بز لا ترحمنا جنحنا، أرحم حلقة صياح. الحق والمسؤولية ما بلحقش، ما في مناش طافة للملاحقة. قد شفناكم تلاحقوا القرعة زغ زغت وقرية قرية. قال لك الحق الحق موتور حسن زيد، وقد ما سأل ثلاث سنين لو ما قلبز. الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا لثورة جده الحسين عليه السلام. شوف يا مؤمن، حتى الثورة رجعوها حيوان منوي، ولا عاد خلوا لنا حاجة بالوزارات، بأقسام الشرطة، بالإدارات، بالبنوك، بالاتصالات، بالنفط. تحفروا بالحيوانات المنوية حقهم بكل اتجاه. طيب اللي بيفعلوا عمك عبدو الكريم الحوثي يا عبدو، ثورة وامتداد لمن؟ امتداد لقدو أبو لهاب. حاسي معاكم مهرة في الحياة غير النثرات جيل بعد جيل. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فيش فائدة، جالس حولها والدعيك يشتي يقول لنا أن الثورة والإسلام والسلطة حق وأسرة واحدة وبس، حقه وحق أبوه وحق جده. المهم يا جماعة، هذول القراش رجعوا الإسلام بدل ما هو دين للبشرية كلها، رجعوا مختبر للتبويض والأخصاب، وبعدين يطلعوا لنا بإصدارات جديدة، مرة قرين القرآن، مرة القرآن الناطق، ومرة مدري من هو. الإمام زيد بريء منكم كل البراءة، ومع ذلك ما بيسلمش من تهابيشكم. كان يعرف بحليف القرآن. عادة ما كملتش، خد نتشي حليف القرآن هو. أقول لكم حتى القرآن رجعوا لوحة خصوصي بين قرين القرآن وناطق القرآن وحليف القرآن. بيحوموا بيدوروا بس مستحيين يقولوا القرآن حقنا وحدنا، وعين الظروف في السوق السوداء وهاتوا حق الدريس. المهم المشروع ذا بالكهف حانب له بما قبل 14 قرن، ولا هو داري مفشش
ولا هو داري انه الشعب انقرض وهو يدور رواتب ولقمة العيش؟ المدارس بلا دراسة والمستشفيات بلا علاجات، الآيات العشر حق بني إسرائيل، القراد والقمل والضفادع وا 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 وا، كلهم ضربهم في خلاط وقابوهم لهذا الشعب. لجان شعبية، حجم عائلي، عقوبة، ما تدرس ما فعلنا ما سوينا. الطغيان الأموي منذ بدايته كان مشروعا انقلابيا على الإسلام، على الإسلام الحق في مبادئه الأصيلة. الإسلام الحق؟ الإسلام حق من؟ قر حال الوساطة، الإسلام حقنا، فين البصيرة؟ قال لك السبب هو الطغيان الأموي، ما لروح لاحق بني أمية، ركب آلة الزمن وحن روس حلا ورا وشوفهم. إيش دخلنا إحنا؟ ما شفنا حد انقلب غيرك، ما بوش حد انقلب على الإسلام بالتاريخ كله زي الحوثيين، مسمين أنفسهم أنصار الله وهم نصوص وقتلاء وأصحاب سوابق، مسمين نفوسهم مسيرة قرآنية، ولا خلوا مسجد وما عصدوه ولا فجروه ولا مدرسة إلا وتعفروا بها. وعاد جاي يقول لي الإسلام الحق، الحق لك العاق. الآن لو واحد بس من الغرب فكر يدخل الإسلام وشافوك هك، والله ما عاد بيطف دين، يمين بالله لا يروح يتركوه على البودة أخرج له منك. الطغيان الأموي هو محطة سوداء مظلمة في تاريخ الأمة، ولا زالت امتداداته السلبية إلى اليوم. أيوة، شابكين وايرات ألياف أموية لليوم. عاد في معاك من يرد عليه؟ هيا تعال نشوف من هو الامتداد للظلم والفقور. تعال شوف إيش بتسوي أنت وخبرتك. طلع يزيد وهذولك الناس جنب اللي عملته أنت وأجدادك باليمنيين طيور الجنة. يا رجال كفار قريش أنفسهم ما قوحوش 30 مليون ولا تعفروا بلادهم كلها، ولا كان يقتلوا اللي يقول لهم كلمة زي ما عملتوا ذا الأسبوع بمواطن في صنعاء. آخر قوله في الدنيا خربتوا البلاد، خربتوا البلاد يا حوثيين، دقيتوا راسه ديك الساعة برصد. مرورا بما ارتكبه الطغيان الأموي من جرائم رهيبة، أمثال قتل العترة الطاهرة الإمام الحسين عليه السلام وأولاده وأهل بيته وأنصاره. الأمويين قتلوا قولتك العترة، انتم لا عاد خليتهم حرمة لا الغترة ولا الشرشف ولا الزنة، حتى الظلم عندكم والطغيان طلع عائلي، واللي بتفعله اليوم باليمنيين ايش هو؟ صلاة تراويح. مين اللي هم امتداد؟ مين اللي شابك؟ أمثالي حرق الكعبة المشرفة. ايه والله غلطان باسمه ده، احرق الكعبة بس، كان المفروض يسوي زيك يرسل صاروخ توشكا على طول لعنده، مو يحرق يحرق وبعدين يرمم ويرنقق، ما فيش كلام توشكا على طول. والله لو توصلوا للكعبة حرام لا تتزوملوا فوقها وترقصوا على زوامل عيسى الليث، دقيتها صواريخ غير ربك سلم، لو أبرها الحبشي موجود لا يطنن، والله لا يطنن ويقلب القليص باسمك. ها مين اللي شابك ذا الحين؟ استباحة المدينة المنورة وقتل ما بقي فيها من بقية المهاجرين والأنصار. ذكرتنا بمدينة عمران يا بسبك، وقتل فيها المئات وإعدامات ميدانية، هيا من اللي شابك؟ والاستباحة لمسجد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. زي كذا دخلوا يبترعوا فيه بو زي كذا. ولا قلبوها لوكندات للمقيال والسمرة زي كذا، كل المساجد يا عبدو مساجد رسول الله، ومنابرها منبره وحرمته بحرمته، قد تعال تنتاقوا هداك انت واصحابك، أكثر من 300 مسجد تعفرتوا بهم، ما قد كانش في عهد يزيد بالعالم الإسلامي كله 100 مسجد. هيا من اللي امتداد لذولك الآن؟ من اللي شابك؟ فاصل ونواصل. حيابكم ومرحب. أيوة قلت لي إيش عاد عملوا بني أمية؟ إيش سووا بالناس؟ واستباحة أعراض المسلمين في المدينة. أيوة
كانوا بني أمية معاهم شاصات مليانة مجرمين، يدخلوا للبيوت ويكسروا الدواليب ويقتلوا الآباء. ها هذول بني أمية يقتلوا الأطفال ويهزروا النزوان وينتفوا الذهب من حلوقهم وآذانهم، هذول هم بني أمية. يا شخوة أخجل، عادكم عملتم مجزرة بأسرة طه فارع بتعز اللي أدمتوا كذا خورة الأم وابنها وأخو زوجها أمام بناتها قبل هدرتك دي بيوم واحد، كله من بني أمية قلت لي. استباحة أموالهم ونهبي حتى منازلهم وبيوتهم. قلت لي هذا الطغيان الأموي، صرختم المذاكي والموكيتات والفراش وملابس النزوان عزكم الله، ونهبوا ذهبهن حتى علب المكياج قصدهم إنها طحينية ومربى، إيش خيف؟ المهم ولا خلوا حاجة. وده الحين يجي يكلمنا على الطغيان الأموي. ما فعله في مال الأمة وثروة الأمة ومقدرات الأمة من استئثار وتملك والسيطرة. قالوا قد محمد علي الحوثي برميل الثورة أغنى من هارون الرشيد، قد ثروته كلها جنابي صيفهاني، وعبد السلام فليته معه فلل أحسن من قصور عبد الملك بن مروان. أما عمك عبد الكريم يا شخوة ولا أبو جعفر المنصور جنبه حاجة، جلده لا داخل لا داخل، نهب ومصاصة ولا ربع حتى يعطي رواتب من نص راتب. خذ روح البنك كله للبدرومات، جاي يقول لي طغيان أموي. يعتبرون أنفسهم مخولين في أي تصرف مهما كان في بشاعته، مهما كان في مستوى الإجرام فيه. يا عزلنا راسك انت وحسن زيد بيوم واحد، انكم ضيعتوهم بالنهب والسرقة وفقتم بالإجرام، فقتم بالإجرام كل مجرم التاريخ. بني أمية بنوا حضارة إسلامية من داخل فرنسا إلى الصين، وانتم ما أمنكم الله على بنك مركزي، لا هطوا رقعتوا يشحت. يا ناس في بنك في التاريخ يرجع يطلب له تبرعات إلا بزمن الحوثي. الحمد لله ما كانش مع بني أمية زوامل بالعشر ما نبالي، ولا كان القحوم حقهم أبو العتاهية. فالإمام زيد عليه السلام تحرك. وين راح؟ رجل ولا فوق شاس؟ تحرك الإمام زيد عليه السلام تحركا مسؤولا. أوكي أوكي، قد قلتها قبل قليل وقلنا لك راح فين. تحرك حسستنا أنه كان مشلول قبله. هذا التحرك هو حتمية الموقف. يا قلنا علينا، ما لا تحرك انت وكمل الجملة ورانا شغل. أن تتحرك ضدهم. يا الله ما خرجك، ما لا كان إمام ولا سوبر ماريو زيط زيط، غير قليل نفهم. القناعة بحتمية التحرك. الليل علينا، خلاص اقتنعت بالتحرك، راعي بس بخلع البوتي، راعي بخلع عشان أعرف أتحرك، هو كبير شوية، بتكون الحركة مية مية. لابد ما يتحرك. ويتحركوا في الأخير، لابد ما يتحرك، لابد ما يتحرك، لابد ما يتحرك، لابد ما يتحرك. ها كده تمام، تحركنا. تتحرك وقد لا تصل إلى نتيجة. الله أكبر على راسك، كل دي الحركة نتحرك تحرك تحرك وفي الأخير ولا وصلت النتيجة. الأمة مثلا ضد الطغيان الأمم وصلت في الأخير إلى قناعة بضرورة التحرك، وقناعة حاسمة، وتحركت وأسقطت الحكم الأموي والتسلط الأموي وأنهته، ولكنها دخلت في حقبة جديدة، لأنه كان تحركا لم يمتلك الوعي الكافي لإحلال المشروع الصحيح. بدلا عن ذلك، على عبدكم ما تستحقوا طول الأزمان كذا تتحركوا وتدمروا دول وحضارات وتنشروا الخراب والمقابر، وفي الأخير يطلع المشروع غلط. ما هوش المشروع الصحيح، وعيد النعثة من أولها. هذا هو فكركم ومشروعكم، فجر دمر خرب انعث الهات اسرق اقتل، وفي الأخير هو ما كانش في وعي كامل للمشروع الصحيح، وإمام يقوم على إمام وينقلب على إمام. تخلص العالم الإسلامي منكم بعد العباسيين، وابتلينا بكم في اليمن، إمام يدوق إمام والدم من رأس القبيلي وعليها. طيب تكلم على مناسبة 14 أكتوبر،
على الأقل قدها جنب استشهاد الإمام زيد. حسب الله أنه راجح لبوزة من العسرة وابنه قضي يشتغل معاكم. يوم الذي يحدث في الجنوب مثلا استعمار بكل ما تعنيه الكلمة. أوه هذا استعمار وانت اللي بتفعله ايش؟ استعمار ما بوش فرق، كلهم عيال عم ومن نفس العائلة. زمان كان في هذا وهذا جنب جنب، واليوم انت هنا وهذا هناك. كل ما دخلتم بمشروع قلبتم الاستعمار الخارجي. الاستعمار للإنسان اليمني ليكون إنسانا لا قرار له ولا حرية له، مجرد عسكري معهم يسرح يقاتل وين ما أرادوه يقاتل. شو كلمة استعمار وحط بدالها استحمار يا أخي؟ نفس الشيء بتعمله مع العكفة حقك، هو نفس الهدار. فأمام هذا الواقع واستذكارا لثورة 14 أكتوبر، يجب أن نعي كشعب يمني أن علينا أن نعزز ثقافة الحرية والاستقلال والروح الوطنية المسؤولة. يا سلام يا سلام عليك، أخيرا نطق. أكيد هذا الكلام جبتها من الخلاصة حق كتاب الوطنية، ولا أنت ما تعرف تندي من دي الهدرة؟ الحرية والاستقلال والروح الوطنية المسؤولة. يا شيخ طلعت تقول أهو كلام زي الفل. لو ما كانش في إمامة في الشمال ما استمرش الاستعمار بالجنوب. لو بتعرف تاريخ يا طنقة بران، الاستحمار هو اللي يجيب الاستعمار. لو ما كانش في شراك 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 إن الاستعمار ما بكرش لعندنا يدور صبوحة منكم. مسألة الاعتقالات أيام البريطاني وما كان يفعله في المعتقلات ويمارس أبشع أنواع التعذيب. شوف 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 على كلام اللي يشوفهم يقول معتقلينهم يحضروا التوفل بالسجون هناك ودراسات. أسكت أسكت بس أسكت بس، عاد الخوذاني هو ذاك مسكين ولا عاد طلع ولا عاد فهقة بعد ما كرشتوا 16 ساعة. بس الاستعمار والاستحمار زي بعض، ما مش فرق إلا بالحاء والعين. نشوفكم الحلقة القادمة. السلام عليكم.